بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصوم المستحب، ثم قال رحمه الله: وقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فقبل هذا لم نقرأ الذي قبله، نعم. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. ثم الذي بعده: هذه أنواع الصيام المنهي عنه. الأول النهي عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهما، كما في حديث جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس ومنهم عمر بن الخطاب وغيرهما. فلا يجوز ولا يصح صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان واجبا، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان صوما واجبا. الصوم التطوع معروف أنه يوافق يوم العيد، يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو يوافق، بارك الله فيكم، يعني الصوم الذي اعتاده أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أراد أن يتنفل بالصوم. ولا أيضا إذا كان صوما واجبا، لا يجوز ولا يصح أن يصام يوم العيد سواء كان الفطر أو الأضحى في صوم تطوع أو في صوم واجب. الصوم الواجب مثل قضاء ما عليه من رمضان، أو صوم الكفارة، أو صوم النذر، فلا يجوز أن يصام يوم العيد أبدا. ومن نذر أن يصوم يوم العيد فلا يصح صومه، لكن اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء. لو قال: أصوم اليوم الثاني من مجيء زيد، إن جاء زيد فاليوم الثاني نذر لله علي أن أصوم، فجاء زيد ليلة العيد، فعلى نذره أنه سيصوم في يوم العيد، فجميع العلماء على أنه لا يصوم، لكن اختلفوا هل يقضي بدلا عن هذا اليوم. الراجح وهو قول الجمهور أنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن النذر لم يصح أصلا، لم يصح أصلا، فإن الشرع قد جاء بالنهي عن صوم يوم العيد. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيوم العيد الفطر والأضحى لا يجوز صومهما، وقد ثبت في حديث عمر: صوموا أو يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. فالنهي عن صوم يوم العيد الفطر لأنه علامة على الخروج من الصوم وقبول ضيافة الله سبحانه وتعالى، وهو يوم فرح واستبشار. واليوم الآخر يوم عيد الأضحى فإنه يوم أكل وشرب وعيد وذكر لله عز وجل، فلهذا جاء النهي.
ثم أيضا جاء النهي عن صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاث بعد يوم النحر. يوم النحر يوافق إيش من يوم؟ ها؟ يوم إيش يا عادل؟ يوم النحر يوافق إيش من يوم؟ العاشر. أحسنت، أنت قلت يوم العيد، أنا أقول يوم النحر أي يوم؟ اليوم العاشر. فأيام التشريق الثلاثة الأيام بعد اليوم العاشر، فهي إيش أيام؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق لأنها تشرق فيها لحوم الأضاحي ولحوم الهدي. فأيام التشريق أيضا لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. لحديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وفي حديث كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. فأيام التشريق أيضا لا يجوز صومها فهي أيام عيد، كما في حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهو في المسند وبعض السنن. واختلف العلماء هل لا يجوز صومها مطلقا أو يجوز صومها في بعض الأحوال. الراجح كما تقدم لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لصريح حديث عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والحديث في الصحيح. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فالحديث صريح لم يرخص، والمرخص هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. تعرفون الذي لم يجد الهدي؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فأحسن أوقات الصوم لهذه الثلاث الأيام أن تكون أيام التشريق. فأيام التشريق أيضا أيام عيد لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. قال ولا وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أيضا من الصيام المنهي عنه إفراد الجمعة بالصوم، لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، متفق عليه. وأيضا حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، متفق عليه. وأيضا حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال أتريدين، قال لها أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، رواه البخاري. حديث جويرية بنت الحارث دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومين غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، رواه البخاري. فلا يجوز صوم يوم الجمعة على سبيل الإفراد. لماذا؟ لأنه يوم عيد، الجمعة تعتبر عيد الأسبوع كما أن الفطر والأضحى يعتبران عيدين للسنة، وأما الجمعة فهو عيد الأسبوع. وأيضا هذا اليوم يوم فضيل شرعت فيه عبادات جليلة، منها التذكير لصلاة الجمعة، رغب العبد بالتذكير لصلاة الجمعة والتهيؤ لها بالاغتسال والتنظيف ولبس أحسن الثياب والتجمل والتطهر والتطيب، ثم المبادرة والإكثار من ذكر الله واذكر الله كثيرا وحضور الخطبة وسماع الذكر
والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغلال ساعة الجمعة، فصومه قد يضعفه عن القيام بهذه العبادات الجليلة. فإذا قيل هذا ينتفي بجواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو بعده، فالجواب عن هذا الإيراد أنه بسبب صومه يوما قبله أو بعده يعوض النقص الذي قد يحصل بالصيام في يوم الجمعة. فيوم الجمعة لا يجوز إفراده بالصيام. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. هذا الحديث رواه مسلم لكنه معل، فهو الراجح فيه الإرسال ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا روي من طريق ابن سيرين عن أبي الدرداء وهو منقطع كما في الإلزامات التتبع، ولكن المعنى عليه عامة أهل العلم أن يوم الجمعة لا يجوز أن يخص بالصوم إلا أن يوافق صوما. مثل ماذا؟ مثل رجل اعتاد أن يصوم صوم داود عليه السلام. ما هو صوم داود عليه السلام؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما. هو أفطر يوم، يعني صام يوم الأربعاء، سيأتي الخميس وإيش يفطر، سيصوم يوم الجمعة. فمثل هذا هو ما قصد أن يفرد الجمعة بالصوم، وهذا صوم مرغب فيه. فالذي يظهر أن مثل هذا جائز، من اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما ولو وافق يوم الجمعة فله أن يصوم يوم الجمعة وإن أفطر الخميس وأفطر السبت. وأيضا رجل مثلا نذر أن يصوم في اليوم الثاني بعد مجيء زيد فوافق يوم الجمعة، هو ما خصه بالصيام. الحديث سنده ضعيف لكن يتدل عليه العمومات، منها لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذا الذي يظهر أن من صام الجمعة من غير قصد التخصيص كأن يوافق صوم داود عليه السلام، أو أن ينذر نذرا أو يتضايق الوقت ما يبقى معه لقضاء ما عليه من رمضان قبل مجيء رمضان الآخر إلا هذا اليوم فيصومه، فلا بأس. هذا ما يتعلق بصيام يوم الجمعة. وهناك أنواع من أنواع الصيام الذي جاء فيه النهي، من ذلكم صوم النهي عن صوم يوم السبت. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو حديث ضعيف استنكره أئمة الحديث. الراجح أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد استنكره جماعة من أئمة الحديث. فلهذا فلا نهي في إفراد السبت بالصوم، لا نهي في إفراد السبت بالصوم، لا بأس أن يصام يوم السبت على سبيل الانفراد، سواء كان في عاشوراء أو في عرفة أو في الأيام الثلاثة التي يشرع صيامها من كل شهر، أو أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا. فلم يثبت النهي عن صيام يوم السبت. أيضا من أنواع النهي من الصوم النهي عن صوم الدهر، وهو أن يسرد الصيام يوما بعد يوم، هذا صوم منهي عنه. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد أقسم وأخذ على نفسه أن يصوم كل يوم وأن يقوم كل ليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فدعاه فقال أنت الذي قلت ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام.
قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية لا صام من صام الأبد. فهذا الحديث فيه دلالة على النهي عن صوم الدهر أنه يسرد الصيام. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، يعني حصر فيها تشديدا عليه وعقوبة بسبب تضييقه على نفسه وخروجه عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهر سنده الصحة. فصيام الدهر حرام ولا يجوز؟ لا يجوز أن يسرد الصوم سردا ولا يفطر. لماذا؟ لأن هذا يفوت حقوقا ويضعف وينهك البدن، بخلاف صوم داود عليه السلام الذي هو أفضل أنواع الصيام، فلا يفوت الحقوق ولا يضعف البدن. وفي هذا جاءت الرواية في شأن داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما، وفيه وكان لا يفر إذا لاقى، إشارة إلى أن هذا النوع من الصيام لم يضعفه، بخلاف الذي يسرد الصوم سردا فلا شك أن قوته ستنهار، وأيضا هناك حقوق سيفوتها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فمن فعل ذلك لا بد أن سيفوت حقوقا. فالإنسان يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعمق ولا يتشدد في العبادات، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يفتح عليه في باب الصوم لكن يحرم أنواع من أنواع العبادات قد تكون أفضل في حقه. ولهذا في السنن لسعيد بن منصور أنه قيل لابن مسعود بسند صحيح، قيل له إنا لنراك تقل الصوم، قال أخشى أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي. قيل لابن مسعود إنا لنراك تقل الصوم، قال أخشى أن يضعفني أي الصوم عن القراءة، كان إماما في القراءة رضي الله عنه، قال والقراءة أحب إلي. فلا يذهب الإنسان يتعمق ويبالغ في نوع من العبادات على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيفوت على نفسه أبوابا أخرى من أبواب الخير. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الهدي وخير الهدي وأحسن الهدي. ثم أيضا صوم الدهر كما ذكر العلماء يفقد روح العبادة. لماذا؟ لأنه يعتاد الصوم يسرده سردا يذهب كما قيل طعم العبادة، لأن يتبرمج أو يتكيف على أنه في كل نهار صائم وفي كل مساء مفطر، يكون عادة له، بخلاف الذي يتعنى الصوم فإنه يجد روحا ولذة وطعما للعبادة، بخلاف الذي يظل أشهر سنوات وهو يسرد الصوم سردا قد يفوته لذة العبادة وروح الصوم. فالحاصل أن صوم الدهر منهي عنه، بل الراجح أنه حرام، لا يجوز صوم الدهر. ممكن إذا كان الإنسان عنده قضاء يسرد أياما
لكن أن يبقى طيلة دهره وأيامه وهو يصوم هذا قد جاء النهي فيه. أيضا من أنواع النهي النهي يعني روي النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان كما في الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا حديث ضعيف استنكره الإمام أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث، فهو حديث ضعيف. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لا يصح، سنده ضعيف. ومما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر جدا من صوم شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم في شهر من الأشهر أكثر صياما منه في شعبان إلا ما كان في رمضان، فإنه يصوم رمضان كله، فهذا لا يصح. أيضا من أنواع الصوم المنهي عنه تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، متفق عليه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، متفق عليه. وفي السنن أو في بعض السنن من حديث عمار بن ياسر قال من صام رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، يعني يقول زيادة الخير خير، بدل ما أصوم رمضان 30 يوما أنا عندي همة سأبدأ من 28 رمضان شعبان نبدأ إن شاء الله نتنافس في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بدأ قبل الناس في 28 شعبان، هذا لا يجوز، هذا تنطع، هذا زيادة في العبادة. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها، وهذا من التكلف والتنطع المذموم. فالأصل هو بقاء شعبان، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن هذا اليوم هو من شعبان يوم الشك، لكن هو أوسع، النهي أوسع من صيام يوم الشك فقط. يوم الشك ما هو يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال حائل من قتر أو غيم أو غبار أو مطر أو جبل أو أي شيء. فإذا كنا اليوم احنا هذا اليوم يوم الأحد، فاليوم الماضي يوم الأحد، نحن الآن في ليلة الاثنين، إذا كان يوم الأحد هو يوم 29 من شعبان، إذا كان يوم الأحد هذا الفائت هو يوم 29 من شعبان، فتعرفون الناس سيترون الهلال في هذه الليلة بعد غروب الشمس، سينظرون هل يرون الهلال؟ فإذا حال بينهم بين رؤية الهلال ما تقدم، فهل يصبحون اليوم الثاني الذي هو يوم الاثنين يوم 30 من شعبان، هل يصبحون مفطرين أو صائمين؟ الجواب واجب أن يصبحوا مفطرين، ولا يجوز أن يدخل الإنسان في صيام يوم غد على سبيل الاحتياط، يقول أنا لا أدري لعله يكون من رمضان أنا سأصوم، إن وافق رمضان فهو من رمضان، وإن لم يوافق رمضان فأنا أصومه تطوعا. فجاء الشرع بالنهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي الحديث الآخر من صام اليوم الذي يشك فيه، أي هذا اليوم يوم الاثنين القادم على التمثيل المتقدم،
فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هناك قيد: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان في صوم قد اعتاده. مثلا شخص قد اعتاد على صوم الاثنين والخميس فوافق يوم الخميس يوم 30 من شعبان أو يوم 29 من شعبان، لا يتوقف، يستمر في صومه. رجل يصوم صوم داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وافق يوم الصيام يوم 30 من شعبان يصوم. رجل نذر أنه سيصوم في اليوم الثاني بعد مجيء زيد، وافق يوم 30 من شعبان يصوم. وهكذا رجل معتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فما صام من شهر شعبان إلا يومين، بقي له يوم، فذهب يصوم يوم 30 من شعبان لأجل أن يدرك اليوم 3. فهذا جائز، هذا جائز. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال رحمه الله: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضيلة صيام رمضان، فإن من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بوعده، إيمانا واحتسابا أي طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يصومه رياء ولا سمعة ولا تجلدا ولا مجاراة للناس ولا تطببا ولا لغرض من الأغراض، إنما يصوم إيمانا واحتسابا. ما هو الأجر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لها من فضيلة عظيمة. وقولهم من ذنبه، تعرفون ذنب اسم جنس أضيف فيفيد العموم، يشمل جميع الذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب اسم جنس أضيف فيفيد العموم، لكن عند الجمهور من أهل العلم على أن المقصود بالذنب هو الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وتقدمت هذه المسألة في الدرس قبل الماضي، استدلوا بحديث أبي هريرة وعثمان الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في فضيلة قيام ليلة القدر، وليلة القدر ليلة مباركة وليلة عظيمة شريفة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقيل لها ليلة القدر لأن هذه الليلة تقدر فيها المقادير، أو قيل لها ليلة القدر لأنها ليلة لها قدر عظيم وشرف كبير. إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقيل ليلة القدر لأنها تتنزل من خزائن الله ومن مننه وفضله الشيء الكثير الذي لا يقدر قدره، هكذا ذكر
أهل العلم. وليلة القدر ليلة باقية كلا ومستمرة خلافا لطوائف من الروافض الذين قالوا رفعت ليلة القدر فليس اليوم ليلة قدر، ما توجد ليلة قدر. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فقال عسى أن يكون خيرا. فاستدلوا بهذا الحديث وهو في الصحيح على أن ليلة القدر قد رفعت. والرد عليهم في نفس الحديث، تكملة الحديث. ما هو تكملة الحديث؟ قال في آخر الحديث فالتمسوها في ليلة كذا وكذا وكذا، رواه مسلم. فآخر الحديث يرد عليهم، لولا أنها باقية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها. وقوله من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ما هي ليلة القدر؟ فأي ليلة؟ هناك أقوال كثيرة تزيد على 40 قولا في تعيين ليلة القدر، والراجح أنها في الأوتار من 10 الأواخر من رمضان. أرجح هذه الأقوال أنها في الأوتار من 10 الأواخر من رمضان، كما في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، كما في حديث أبي سعيد بن عمر وعائشة. ولهذا من طلق امرأته في ليلة القدر قال هي طالق في ليلة القدر، فإن قال هذه الكلمة قبل دخول ليالي العشر فبخروج ليالي العشر تطلق امرأته، وإن قالها بعد مضي ليلة أو ليلتين فمتى تكون طالقا؟ إن قال امرأتي طالق في ليلة القدر، إن قالها قبل دخول العشر الأخيرة من رمضان فبخروجها تكون امرأته طالقا، لكن لو قالها بعد مضي ليلة أو ليلتين متى تكون طالقا؟ ها؟ في آخر يوم. أحسنتم، بعد مضي سنة، بعد مضي سنة، لأن ما يدريك لعل ليلة القدر كانت في الليلة الأولى والثانية، بعد مضي سنة. أحسنت. وأرجى ليالي ليلة القدر ليلة 27 كما في مسلم من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجى الليالي، وهل هناك علامات لليلة القدر؟ هل هي ترى حقيقة؟ الجواب لا، الراجح أنها ما ترى حقيقة، يعني ما يرى الإنسان نورا يمر أو نورا أمامه حتى يقول هذه ليلة القدر، لا دليل على ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أريتها، فهنا الرؤية إما تكون بمعنى العلم أو رؤية بصرية بمعنى رؤية العلامات، هي لها علامات. الذي في مسلم من حديث أبي بن كعب أن علامتها طلوع الشمس من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، طلوع الشمس من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. هذه العلامة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة فهو حديث ضعيف من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، ورواية زمعة بن صالح عن سلمة ضعيفة. وهكذا حديث أنه لا يرمى فيها بنجم، حديث عبادة فيه انقطاع. وهكذا أن عدد الملائكة فيها أكثر من عدد الحصى،
هذا أيضا ضعيف. فالعلامة الثابتة أن الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها. سبحان الله، آية من آيات الله، ترى الشمس في تلك الليلة من صبيحتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. وهل ثبت أنه يقول من رأى ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ هذا روي مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفه على عائشة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إخفائها أن يجتهد الناس في العبادة. قال وعسى أن تكون خيرا، لو علموا أي ليلة لاقتصروا في العبادة عليها، لكن حينما خفيت كان أنشط لهم وأكثر عنهم.